للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من دبي دكتور ريان لمند، وهو الرئيس المؤسس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات. أهلا وسهلا بك دكتور ريان. أبدأ مع حضرتك من حيث انتهيت، من خبر تخفيض مودز النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية إلى سلبية كانت مستقرة. سؤالي أيضا مما يعني شرحنا في هذا الخبر، هل يعني ذلك بأنه المخاطر السلبية على القوى المالية للولايات المتحدة قد زادت، وكيف بوجهة نظرك؟ صباح الخير سحر. نحن مثل ما بتعرف وكالات التصنيف الائتماني على طول متأخرة بقراراتها. يعني اليوم إذا بنطلع على أمريكا على الأسابيع الماضية، الحكومة الأمريكية عم يزيد دينها من 800 مليون لمليار دولار كل ساعة كل ساعة، يعني مبالغ ضخمة عم تزيد. واليوم لما وكالات التصنيف الائتماني بتغير نظرتها او بتخفض التقييم الائتماني للحكومه الامريكيه للدوله الامريكيه، هيدا بده يزيد من كلفه الدين. يعني كل المستثمرين اللي بده يدينوا الدوله الامريكيه رح يطلبوا عوائد اعلى، وهيدا شفناه بالاوكشن اللي صار الاسبوع الماضي على السند 30 سنه. هيدا الاوكشن فشل ذريع، لانه المستثمرين طلبوا عوائد اعلى فما قدروا الحكومة الأمريكية تحصل على المبالغ اللي هي بدها اياها. طب بما أنك ذكرت الحكومة الأمريكية، لأن نتحدث عن صعوبات الحكومة التي تواجهها الحكومة، أيضا تحدثنا فصلنا في الخبر الحكومة تواجه ربما إغلاق حكومي محتمل في 18 نوفمبر إذا لم يتوصل الكونغرس كما ذكرنا إلى اتفاق لتمرير مشاريع قانون الإنفاق قصيرة الأجل. ما الذي نتوقعه؟ إلى أي حد يضع ذلك المستثمر في حالة من عدم اليقين للمرحلة المقبلة؟ هلا بالنسبة لعملية الإقفال الحكومي، هيدا الشيء صار متكرر، يعني تقريبا كل كم شهر عم تصير هيدي العمليه. فكل المستثمرين يعني بالاسواق الامريكيه صاروا يعتبروها شوي مهزله وما بتاثر عليهم كثير. هلا خلينا نفصل بين المستثمر الفردي اللي هو اليوم هو عم يتحكم باسواق الاسهم، والمستثمر المؤسسي اللي هو باسواق السندات. بالاستثمار بالستوك ماركت باسواق الاسهم هيدا ما في تاثير كثير كبير، يعني المستثمر الفردي مش فارقه معه، بس المستثمر المؤسسي باسواق السندات هيدا عم ياثر عليه. وعم نشوف العوائد رجعت طلعت على السنتين، على 10 سنين وعلى 20 سنه. طيب انت تحدث عن السندات، يعني على الجانب الاخر جولدمان ساكس قالت بانه قوه الاقتصاد ستخفف كذلك من اي انخفاض بالدولار، هل نتحدث عن بيئه متناقضه هنا نوعا ما بين تصنيف مودز من جهه، وان قلت حضرتك بانه هذه التصنيفات تاتي متاخره وبالتالي يعني ردات الفعل معها او حيال هذه التصنيفات ربما لا تكون سريعه، ولكن هل هناك تناقض في هذه التصريحات والدولار كيف يتفاعل في المرحلة المقبلة؟ هو الدولار لأنه بعده اليوم ريزيرف كارنسي، بعده عملة أساس. لما يصير في شوية قلق من قبل المستثمرين بيلجأوا للدولار، يعني هي تعتبر العملة الملجأ. بس هيدي العملية عم تتغير اليوم، وفي تغير. يعني اليوم الدولار يعني شوي شوي عم يبطل ريزيرف كارنسي، يعني كان قبل ريزيرف كارنسي 85% حول العالم من 20 سنه تقريبا، اليوم نحن وصلنا ل 55%، فهيدي العمليه عم تزيد عم تنقص. فاليوم بعد الدولار هو ملجا، فعشان هيك بتشوف الدولار عم يطلع. ومن جهه ثانيه عندك اوروبا، اوروبا اليوم يعني وقفوا عمليه زياده اسعار الفايده، فهيدا عم يساعد الدولار يبقى شوي قوي. طيب هذا فيما يتعلق بالدولار، لو سألتك عن الصناديق الاستثمارية المحافظ الاستثمارية التي تواجه ربما حالة عدم يقين في ظل كل هذه البيانات التي تحدث عنها، ما هي الاستراتيجيات التي يتم اتباعها في المرحلة المقبلة في التعامل مع هذه المحافظ؟ يعني نحن بالنسبة لمحافظنا نحن ابتعدنا عن الأسواق الأمريكية، لأنه بالنسبة للأسواق الأمريكية أسواق الأسهم إذا بنطلع على S&P 493، يعني إذا شلنا السبع أسهم التكنولوجية S&P 493 انخفض بال 2023 ما زاد. فاليوم الأداء الأسواق الأسهم مبني على سبع أسهم فقط، فهيدا نحن ما بيريحنا. نحن بنفضل اليوم نطلع على البرازيل، نطلع على اليابان، نطلع على دول مجلس التعاون الخليجي، يعني دول عملتها مربوطة بالدولار وهي مصدرة للطاقة، فهيدي يعني أسواق نحن بنرتاح أكثر فيها. بنفضل نبتعد عن الأسواق الأمريكية لأنه هيدا الأداء اللي شفناه لحديت اليوم هو نارو كثير، ضيق النطاق جدا ومبني بس على سبع أسهم. واليوم في أسواق أخرى شاسعة ومتعددة للمستثمر يستثمر فيها.
طيب لو تحدثنا فيما يتعلق بسيناريو الإغلاق الحكومي، وأنت كلامك يعني صحيح بأنه هذا السيناريو يتكرر ويتكرر بعهد يعني الكثير من الرؤساء الأمريكيين، وهذه ليست المرة الأولى مع بايدن بالتحديد، ولكن بالمجمل إلى أي حد هذه الخلافات المستمرة بين الجانب الديمقراطي والجانب الجمهوري حيال الاتفاق على شكل الإنفاق أو تخفيض الإنفاق ينعكس في مرحلة مقبلة على عدم التوافق حتى على طريقة التعامل مع الديون وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟ هيدا الخلاف بلش، يعني اذا بتقري الخلافات اللي داخل مجلس النواب، الخلافات السياسيه في يعني شرخ صحيح. جدي بين الديمقراطيين والجمهوريين. يعني اليوم الجمهوريين عم يقولوا خلص ما بقى فينا نتدين بهيدي الطريقه، لازم نخفض الانفاق، ننتبه على العجز المالي اللي تخطى تريليون دولار، بينما الديمقراطيين بدهم يكملوا بالانفاق. بدنا نوصل لمرحله، بدنا نوصل لحائط مسدود، بس الحائط المسدود بيعني انه الديمقراطيين والجمهوريين اثنيناتهم رح يخسروا. فعشان هيك عم نشوف على طول يعني توافق باخر لحظه، بس لامتى هيدي كثير صعب نعرفها. طيب التوافق لآخر لحظة يعني أيضا يأخذنا إلى نوع آخر أيضا من التحليل مع حضرتك، غياب هذه التدابير السياسية المالية في هذه المرحلة فيما يتعلق بخفض الإنفاق الحكومي أو حتى زيادة الإيرادات أيضا يثير المخاوف في المرحلة المقبلة. هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تحمل المزيد من الديون حتى لو تم تجنب يعني أزمة الإغلاق؟ مزيد من الديون تأخذ الاقتصاد إلى أين؟ يعني سقف الدين، ما زال هناك مشكل في الحديث عن رفع سقف الدين والتعامل مع هذه الأزمة. يعني أنا كاقتصادي بعتبر أنه أمريكا وصلت لنقطة اللاعودة بالنسبة للديون تبعها. هيدا اللي بنسميه بالتعبير الاقتصادية spiraling debt، يعني خلص فلت الدين وكتير صعب نرجع منه. بس اللي عم يساعد أمريكا أنه الدولار بعده اليوم هو reserve currency، بعده عملة أساس، عشان هيك أمريكا قادرة تستدين بالدولار، والفيدرالي بيشتري هيدا الدين، يعني مثل closed circuit خلينا نسميه. بس بالدقيقة اللي الدولار ما بيعود عملة أساس، يعني بينزل تحت ال 50% كعملة أساس على المستوى العالمي، أمريكا ما بتعود تقدر تستدين بنفس الوتيرة اللي عم تستدين فيها. لمنذكر هي 800 مليون لمليار دولار كل ساعة عم يزيد الدين. يعني أنا برأيي أمريكا وصلت تقريبا لنقطة اللاعودة. شكرا على وجودك معنا من دبي دكتور ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات. شكرا.